مرحبا، إن شاء الله أنتم بخير. اليوم أنا وزميلتي ناتالي خلف رح نستمر بسلسلة الويبينارز المجانية للتطوير الذاتي، واللي كان عنوانها اكتشف هداياك الداخلية وعش أفضل حياتك. اليوم موضوع الحلقة القلب وأسراره، اللي عملناه تقريباً إنه مشينا برحلة الطاقة الدائرية للجسد، ومشينا بالتفصيل بكل شاكرات الجسم، واليوم إحنا على شاكرا 4 اللي هي مركز القلب أو الهارت شاكرا. شو معناته الهارت شاكرا؟ يعني إذا الواحد بيلاقي نفسه الحقيقية رح يلاقيها بالهارت سنتر، وفيها بتعلق أمور كتير، مش بس الحب، كل أمور بتتعلق بالحب. يعني نصيحتي لكم أو أنتوا شو رأيكم، شاركوني. مش الواحد قبل ما يحب ويتورط ويتجوز ويتخانق ويطلق مش يعرف أول هويته الحقيقية، مش يعرف بالضبط كيف هو كبني آدم، كيف الأمور كلها شغالة، كيف بتأثر الهرمونات على العقل، على التفكير، العواطف، كيف إنها بتكون منظومة التفكير وإلى آخره، وآخر خطوة منوصل لها هي القرار. الإشي الخاص بالشاكرا تبعت القلب إنها بتجمع كل أمور هاي اللي بتتعلق بتطور الإنسان بهذا السنتر، بقية المراكز مش هيك. فشاركونا اليوم 8:30 بوقت دبي، وإذا ما قدرتوا في الويبينار رح يكون موجود على يوتيوب. اللي عملناه غير المرة هاي إنه أخذنا سلسلة أو فقرة الأسئلة والأجوبة اللايف، أخذناها في غرفة خاصة، يعني ما رح تنزاح، وعشانها ما نزاعت يمكن المشاركين كانوا كتير مرتاحين، والحقيقة يمكن قضينا زيادة وقت وإحنا ندردش، هم يسألوا وأنا وناتالي نجاوب. فإذا بتحبوا أنكم توصلكم أجوبة معينة على أشياء معينة، مشاكل معينة، لازم ندخل في الزوم روم. بتقدروا تشتركوا بالويبينار عن طريق الرابط في البايو، يعني إذا انضميتوا للإيميل ليست تبعيتي رح تنعزموا بشكل تلقائي لكل الويبينارز. إذا لا، منشوفكم على فيسبوك وعلى يوتيوب لاحقاً.